أيوة أنا لازم أخذ من هدول موعد على السريع. بس هدول عم يطلبوا وكالة رسمية ونحن ما في عنا وكالة، أفلسنا إذا بتتذكري. وإذا كان منأسس وحدة جديدة وكيف بدنا نأسس؟ ليش نحن معنا مصاري؟ حبيبتي نحن مو لازمنا مصاري هلأ، نحن اللي لازمنا زبون. مزبوط اللي عم تقولي يا سيرجي والله، وزبون بيبقى يجر زبون. بس هلأ المهم لازم نلاقي طريقة ونرجع حقنا من بورا. لسه بورا؟ انسي هلأ بورا. وليش انسى؟ يعني بدنا نتركه يفلت بعملته؟ لما فكر باللي صار بجن جنوني. ليكي حبيبتي يعني هو كمان خسر كل شيء. انت لهلأ عم تدافع عنه يا؟ لا يا عمري هي ما دخلها يعني بلا ما نروح تفكيرنا فيه هلأ، خلي المشكلة لبعدين. انت عندك فكرة وينه هلأ؟ لا من وين بدي اعرف؟ شريكك كل هالسنين وما اتصلتي فيه وقلتي له وينك انت؟ ما عم بلاقي، مغير تليفونه ومغير بيته كمان، الرجال مفقود. والله كتير منيح، نحن هون بتطلع روحنا حتى ندفع الديون تبعه والسيد بورع عم ينبسط بشي محل. لو اعرف وين هو كنت علقت مشنقته قدام العالم، مع انه ما بعرف شو رح ناخد منه، اصلا ما صفي عنده شي. انتي لهلأ لسه بتحبي لهذا النصاب ما هيك؟ بلا تخبيص يا بلا تخبيص. يلا يلا خلينا نشوف شغلنا. صفوا السيارة. أهلا وسهلا. ممكن تفوتي السيد بورع على الغرفة؟ طبعا شرف معي من هون. تفضل. بتحب تشرب شي؟ مي إذا سمحتي. تكرم. هدول تقارير التطوير. بورا أويان صار هون تحت. ماشي استنى. أنا بستناك هون ولا أروح على المستودع؟ ما في داعي للانتظار أشرف، شكرا. أمرك أغا، أنا عم بستنى تحت. هدول أنت حضرتهم؟ إيه أنا. حلو. أنت من أي جامعة تخرجت؟ إدارة أعمال البوسفور، وأخذت الدكتوراه من جلطة سراي. وليش ما ضليت بالجامعة؟ ما كان في شواغر وأنا اضطريت أدخل السوق. منيح. بدي أشوف الخطة الشهرية. طبعا. شي تاني؟ لا سكر الباب نزلي هون. مرحبا سيد سواش. انا كتير اسف سيد سواش، استثمار غلط خرب لي كل شي، شركتي طول هالسنين راحت وحطيت شركائي بوضع كتير صعب. شلون افلستوا؟ يمكن انت سمعت كيف ياسمين بتكون حكت لك. ياسمين ما بتعرف غير انكم افلستوا، بس ما بتعرف شلون افلستوا. ايه احكي لي شلون افلست. استثمرت كل اموالي بشركه بالشرق الاقصى. باي وحده؟ شركه اتيكا ويسمنت. استثمرت بكل أموال الشركة؟ حقيقة كان قرار غلط بعترف، رغم أنك بتعرف أنه مو لإلك. رحت حطيت كل أموال الشركة بأتيكا واسمنت. كانت نيتي كبر الشركة سيد سواش، الكل كانوا رح يكسبوا. لما لعبت بالإمارة أخذت موافقة شركائك؟ طبعا ما أخذتها. بس لو كسبان. بس ما كسبت.
انت حطيت كل اموال الشركه بشركه مشبوهه مشان تستثمرون ام تخسرتهم. انا اسف. لو كنت اسف ما بتختفي من الساحه بورا اويان، كنت بتتحمل المسؤوليه مثل الخلق. بعرف سيد صواش، كنت لازم اشرح الوضع بالتفصيل لياسمين، بس لا مو بس لياسمين، لسيف جي وللموظفين كمان. بس انا مو هربان من ديوني ابدا، عم دور على مصاري وبس لاقي اكيد رح ادفع. طبعا رح تدفع. تفضل تعالي نادية. ياسمين قديش بدها منك؟ ما بعرف بالضبط، يعني تقريبا، يعني لازم يكون 200-300 ألف دولار. أنا بقول لك 500 ألف دولار. بس هيك كتير مو هيك؟ ليش حصت ياسمين من المشاريع يلي عملتها ما دخلت بحسابات الوكالة؟ ايه بس بلا ما نطولها، معك 3 أيام مهلة، بعد 3 أيام بتجيب مصاري ياسمين لهون، وبعدين مصاري سيفكي. صواش بيك صدقني أنا هلأ مفلس تماما، ما ممكن تدبر هيك مبلغ بثلاث أيام أبدا. هاي مشكلتك، إذا ما بتجي المصاري بعد 3 أيام فكر شو ممكن يصير. ماشي رح أجرب.